بنتكلم عن جهاز السيجا ميجا درايف وإيش المشاكل اللي واجهتها شركة سيجا لما قررت إطلاقه في أمريكا وكيف كانت بداية ظهور شخصية سونيك. معكم راكان، بسم الله نبدأ. Welcome to the Lion's House. في وسط الثمانينات ونهايتها كانت نينتندو هي المسيطر الأول على عالم الألعاب، ولكن في 87 كده ظهر جهاز اسمه البي سي انجن وكان فعليا منافس إلى حد ما لشركة نينتندو، ولكن ما كان نقلة نوعية في الجيل. يعني فعليا لو نبي نشبهه في حاجة في زمننا الحاضر حنقول النينتندو كانت البلاي ستيشن 4 والبي سي انجن كان البلاي ستيشن 4 برو، فما هو نقلة للجيل الثاني. كان أقوى شوية الجهاز بس ما كان حاجة جدا واو إنه تخلي الناس تنتقل من نينتندو للجهاز اللي بعده. فجت شركة سيجا في سنة 1988 وأطلقت جهاز السيجا ميجا درايف، وكان فعليا ضعف قوة جهاز النينتندو. النينتندو كان 8 بت، السيجا ميجا درايف كان 16 بت. فعشان كده وقتها الناس بدأت تنظر لجهاز سيجا إنه أوه هذا الجهاز للجيل التالي. فهل السيجا ميجا درايف هو أول جهاز أطلقته سيجا؟ لا، هو الجهاز رقم 5 من شركة سيجا. طب الأربع أجهزة الأولى إيش سلفتها؟ في الأجهزة الأولى اللي هي فعليا اسمها السيجا مارك 1 ومارك 2 ومارك 3 إلى حد ما كانت أجهزة جدا قوية وما كان لها ألعاب جدا مشهورة، فما حد بيتكلم عليها بكثرة، وفي زمننا الحالي أجهزة جدا نادرة. ولكن السيجا مارك 3 اتطور عليه شوية بسيطة ونزلوه باسم جهاز السيجا ماستر سيستم. فالسيجا ماستر سيستم من الأجهزة اللي انشهرت وكان منافس إلى حد ما لنينتندو، ولكن نينتندو كانت أقوى منه مليون مرة، فما كان ظاهر في الخريطة أنه الماستر سيستم من المنافسين لنينتندو، ولكنه فعليا كان رقم 2. فلما جت شركة سيجا تبي تطلع جهازها الجديد قالوا أوكي طب نسميه ماستر سيستم 2، لين قالوا ما حينفع لأنه إحنا قلنا الماستر سيستم هو أقوى جهاز، نيجي دحين نزول الماستر سيستم 2 ما هيطلع حلوة. فقالوا أوكي نسميه الميجا درايف ومسكوا على اسم هذا، ونزل الجهاز في السوق الياباني باسم السيجا ميجا درايف. لما طرحت شركة سيجا الجهاز في السوق كان عندها خوف من حاجتين. الأول المنافس الفوري لها في السوق ما كان جهاز، كانت لعبة. يعني جهاز السيجا ميجا درايف كان خايف من لعبة واحدة وحيدة فقط اللي هي لعبة سوبر ماريو براذرز 3. في نفس اليوم اللي أطلق فيه جهاز سيجا ميجا درايف أطلقت لعبة سوبر ماريو براذرز 3، وفعليا الناس والإعلام كلهم كان همهم سوبر ماريو، ما كان همهم جهاز سيجا الجديد. فسيجا واجهت مشاكل جدا كبيرة في الإطلاق في اليابان في أول سنة، مبيعاتها ما كانت ذاك الزود. فجت شركة سيجا وفكرت، قالت السوق الياباني نينتندو محتكرة احتكار كامل، فخلنا نشوف السوق الأمريكي. فتوجهوا سيجا التوجه كامل إلى الماركتينج والمبيعات في أمريكا. فاسمعوا هالقصة وقولوا لي إذا سمعتوها قبل كده ولا لا. شركة يابانية راحت على أمريكا تدور على شركة أمريكية الأصل تمسك موضوع التسويق في أمريكا، نفس السيناريو اللي صار مع نينتندو. نينتندو دورت على شركة لقت أتاري، وأتاري بسبب مشاكل تافهة خربت الصفقة. شركة سيجا راحت برضو لشركة أتاري، وأتاري بسبب مشاكل تافهة برضو خربت الصفقة. أتاري من أكثر الشركات النحس في تاريخ الألعاب. المهم سيجا كونت فرع مستقل لنفسها في سيجا أمريكا وبدت تسوق الجهاز. أول مشكلة واجهوها في موضوع التسويق إنه اسم الميجا درايف كان مأخوذ. في شركة في أمريكا كانت ماخذة اسم الميجا درايف، فجت سيجا دحين تدور على اسم جديد فلقت اسم الجينيسيس ومشي معاهم اسم الجينيسيس، وأطلقوه في السوق الأمريكي بعد سنة من إطلاقه في السوق الياباني. الجهاز كان جدا بطل، يعني ما يتكلم عن الجهاز هو 60 بت، يعني ضعف قوة جهاز النينتندو اللي كان هو رقم واحد في السوق في وقتها. الألعاب اللي عليه كانت أكثر وضوحا، الصوت كان أحسن مليون مرة، ونفس الألعاب أصلا كانت كمراحل وكصعوبة وكان جدا توسعها أكثر من أجهزة الـ 8 بت. تصميم الجهاز كان جدا فخم، ما كان هدفهم أن يكون لعبة، كان هدفهم أن يكون شيء جدا أنيق يكون في صالات المنازل. فاللون الأسود، الانسيابية في التصميم، قلة الفتحات، ما حبوا يحطوا كمية expansions وكمية توسعات لكل جهاز وكمية accessories، قالك خلاص إنه الجهاز أي حاجة يمدي يركبها يمدي يركبها عن طريق فتحات الكنترولرز، ما عاد زودوا فتحة جانبية واحدة. الجهاز من بدايته بيدعم الـ AV اللي هي الأسلاك الملونة الأصفر والأبيض والأحمر، فكانت الصورة أصلاً واضحة وكان ممكن حتى يدعم قصية الـ RGB. فالجهاز بكل مزاياه كان أقوى من نينتندو شكلاً وجوهراً. بس الآن المشكلة اللي واجهت سيجا إنه الألعاب اللي على جهاز السيجا جينيسيس أو السيجا ميجا درايف ما جذبت الجمهور بالشكل اللي كانوا متوقعينه في أول سنة. فجوي ناظروا شوية على الجهاز، قال لك عنا ألعاب ولكن ما في لعبة مميزة زي لعبة ماريو على نينتندو. فقال لك أوكي ماريو هو واجهة نينتندو،
حنا في سيجا محتاجين واجهة تعبر عن الجهاز حقنا، انه الناس يشوف اللعبة من بعد كيلو يقول اوه هذا قاعد يلعب سيجا. فقرروا انهم يصمموا الماسكوت او الشخصية الواجهة لشركة سيجا، وبالاخير طلع بعد سلسلة طويلة من الاحداث قرارهم على شخصية سونيك، واختاروا اللون الازرق لانه شعار سيجا وقتها كان لونه ازرق. فظهرت شخصية سونيك، وجو موضوع التسويق تحينه في امريكا قال لك كل جهاز سيجا جينيسيس اللي هو الميجا درايف حيرفق معاه نسخة من لعبة سونيك. مو بس كذا، لعبة سونيك 2 اللي اشترى الجهاز حياخد عليها تخفيض. فبدأ اسم سونيك يرتبط ارتباط جدا قوي مع اسم سيجا، فصارت الناس تقول ماريو نينتندو سونيك سيجا. ومن هنا بدأت شركة سيجا في أمريكا تمسك شوية الجمهور. مو بس كذا، سووا حركة جدا ذكية شركة سيجا، انهم شافوا انه نينتندو توجهها في الاعلانات وفي الاكسسوريز وفي العاب الجهاز للاطفال، او نقول اللي هو الجمهور الصغير شوية في العمر. فجت شركة سيجا وجهت كل اعلاناتها للمراهقين والشوية كبار، يعني على مستوى الثانوي او حتى على مستوى الجامعة، وكانت تحاول تخلي فكرة انه اللي بيلعب نينتندو طفل، الرجال هو اللي بيلعب سيجا. وبدأت تطرح الفكرة هذه في إعلاناتها، وتطرح الفكرة هذه حتى في السوق، حتى أنه في بعض الماركتينج استراتيجيز حقتهم أو الاستراتيجية في التسويق حقتهم، كانوا كل مدرسة في الثانوي يروح يعطوا واحد من الطلاب اللي شكلهم كده كول أو الناس بتحبه، يعطوا له جهاز سيجا مجاني ويعطوا له ألعاب مجانية بشرط أنه يلعبها قدام الزملاء وبس مو أكثر. فبدأت سيجا تتغلغل في المجتمع الأمريكي إلى أن وصلت مبيعاتها إلى أضعاف مبيعات نينتندو في التسعينات، في بداية التسعينات. وفعليا صار اسم سيجا جينيسيس مرتبط بالألعاب اللي هي ألعاب الكول، ألعاب الكبار، ألعاب اللي فيها عنف، ألعاب فيها دموية، ما هي زي ألعاب نينتندو اللي هي ماريو والمناقزة والأشياء البسيطة هذه. فشركة سيجا اشتهرت بشكل جدا كبير في أمريكا عن شهرتها في اليابان، مع العلم برضو أنه شهرتها في اليابان ما كانت بطالة، ولكن في اليابان نينتندو كان رقم واحد. في أمريكا وصلت سيجا أنه هي صارت رقم واحد. وبعد فترة من إصدار الجهاز قررت شركة سيجا أنها تطلع نسخة ثاني من الجهاز، أو اللي هو الإصدار الثاني من الجهاز، وفعليا قللوا من تكلفة الإنتاج، فأمدهم يسووا دعايات ويسووا تخفيضات، وزمن الحالي زي ما يقول كوبونات، إنه يخفضوا من السعر للناس، فبالتالي صار عند الناس قدرة أسهل لشراء الجهاز، وانتشر بشكل برضو أكبر في السوق الأمريكي. فالغرض من التصميم الثاني للجهاز ما كان التحسين، كان التخفيض في التكلفة. فعشان كده إذا أنت عندك فرصة تشتري النسخة الأولى من الجهاز أو النسخة الثانية، الصوت في النسخة الأولى أحسن من النسخة الثانية، في خاصة النسخة الأولية من الجهاز. النسخة الثالثة صدرت في نهاية عمر الجهاز، وهي نسخة جدا سيئة، يعني حتى لو توفرت قدامك إلا إذا كانت بسعر جدا رخيص ممكن تشتريها كتجميعة، ولكن كلعب توخر تماما عن النسخة الثالثة لأنها جدا 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 ضعيفة مقارنة بالنسخة الأولى أو الثانية. ومن التعديلات برضو اللي سوتها شركة سيجا كان على الكنترولر. فأول كنترولر صدر مع الجهاز كان فيه ثلاثة أزرار اللي هي الـ A B والـ C. الكنترولر الثاني أو الإصدار الثاني من الكنترولر كان فيه ستة أزرار، والخاصية هذه نزلوها لأنه بعض ألعاب الفايتنج كانت تحتاج أزرار إضافية، فعشان يساعدوا الناس أنها تلعب الفايتنج بشكل أحسن على جهازهم نزلوا كنترولر خاص بالموضوع هذا. وفي كثير ألعاب استغلتها غير ألعاب الفايتنج يعني، فدائما الناس بتميل تشتري الكنترولر اللي هو بستة أزرار أكثر من الكنترولر اللي هو بثلاثة أزرار، علما أنه الثلاثة هو الأوريجينال هو الكنترولر الأصلي، وستة أزرار كانت تعديل عليه. من الأشياء اللي جميلة في جهاز السيجا ميجا درايف أو الجهاز السيجا جينيسيس أنه من قوة الجهاز قدرت الشركات اللي بتصمم ألعاب الرياضة اللي هي أشهرها شركة EA Sports إنها تجيب ألعابها من أجهزة الكمبيوتر اللي هي ما هي أجهزة ألعاب أصلاً، وتنقلها إلى جهاز السيجا جينيسيس أو الميجا درايف. فبدأت ألعاب الرياضة تنشهر في بيئة أجهزة الألعاب المنزلية، وبدأت تنزل إصدارات للأمريكان فوتبول والكرة العادية والباسكتبول والبيسبول واواوا. وهذه من الأشياء برضو اللي ساعدت على زيادة مبيعات السيجا جينيسيس، إنه نينتندو ما كان عليها ألعاب رياضة مشهورة أو كويسة بالشكل هذا، والسيجا بدأت تظهر عليها ألعاب الرياضة. وفي بداية التسعينات صدر جهاز نينتندو المنافس للسيجا ميجا درايف اللي هو السوبر نينتندو، وهنا بدأت أشد معركة في تاريخ الألعاب بين جهازين اللي هما السيجا جينيسيس أو الميجا درايف والسوبر نينتندو. وبإذن الله ممكن مستقبلا نخصص حلقة خاصة فقط للكلام عن المعركة اللي صارت بين الجهازين ومين الجهاز اللي طلع منتصر. أما بالنسبة لي شخصياً فأنا كنت من الناس، أو عائلتنا كانت من الناس اللي انتقلوا من جهاز العائلة الفاميكوم إلى جهاز السوبر نينتندو، وبعدها فترة اشترينا جهاز السيجا ميجا درايف أو اللي هو جهاز السيجا جينيسيس. فتعرضي للجهاز كانت لما ننزل الطايف عند دار عمي في الطايف، كان ولد عمي عنده جهاز السيجا ميجا درايف، وكنا نقعد طول الليل سهرين نلعب لعبة كورة، ومن أغرب الألعاب اللي كنا نقعد نلعبها لعبة مايكل جاكسون.
فدائما جهاز السيجا جينيس او الميجا درايف عندي مربوط مع لعبه مايكل جاكسون. وحتى احنا لما اشترينا الجهاز عندنا في البيت قاعد يمكن عندنا شهرين ثلاثه، بعدين اخواني خذوه لما سافروا على الجامعه واخذوه معاهم، وما شفت الجهاز من وقتها لين ما صار عمري 30 سنه واشتريت الجهاز مره ثانيه وام داي العب فيه. فبالنسبه لجهاز السيجا جينيسيس ذكرياتي معاه جدا بسيطه، ولكن الحمد لله كانت كلها ذكريات جدا سعيده. اذا عجبتكم الحلقه يا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا معنا في القناه وشاركونا في التعليقات اذا في العاب حابين ان احنا نغطيها على اجهزه الميجا درايف والجينيسيس، او انكم ما لكم علاقه في الميجا درايف والجينيسيس وانتم كنتوا وانتم صغار من راعين جهاز السوبر نينتندو وتبونا نسحب على السيجا بشكل كامل ونرجع نغطي على نينتندو مره ثانيه. المهم لا تنسونا من دعواتكم، في امان الله.